ياسين العربي كان في العام. السيد حاتم عبد العزيز بصفته نائب النائب العام. السيد زنان محمد بصفته امين المال. السيدة إكرام فائق بصفتها هو يوم تاريخي، هو الجمع العام ديال نادي رجاء بني ملال، وكل كيعرف الوضعيه اللي كيمر منها نادي رجاء بني ملال، وخصوصا نزول القسم الوطني الثاني. اليوم الجمع العام كما لاحظتوا جميعا على انه كان في مستوى رائع، ما يثلج الصدر كذلك. وما يفرح هو عدد المنخرطين اللي اصبح الان 75 منخرط، وهذا يدل على نضج وكذلك اهتمام الشارع الرياضي بشان فريق نادي رجاء بني ملال. الجمع العام كما شفتوا داز في واحد الجو اخوي ونقاش طبيعي. الان انتخب مكتب جديد في شخص الاخ حسن العرباوي وبمعيه اشخاص اخرين كلهم لهم درايه وتجربه في التسيير. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يعينهم في هذه المهام، واطلب من الجميع مد المساعده لهذا المكتب قصد انجاح مهمته، وهي ارجاع نادي رجاء بني ملال الى مكانته الطبيعيه. وبغيت نشكر الاخوان اللي جاوا مثلوا الجامعه، سواء الاخ فيلالي حسن او الاخ نزار وكذلك السي القنديشي. بغيت نشكر كذلك الجميع الذي ساهم في ارجاع الملعب الى حلته الجديده، وخاصه السيد ولي جهه بني من خنفره، وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه في الشخص رئيسها الاستاذ فوزي القجع، وكذلك جميع الاطر بالجامعه. بغيت نشكر كذلك الجمهور الرياضي لانه عنده نفس طفل اللي كان وعدوا الجمهور. ان شاء الله بمعيه الجمهور بمساعده الجمهور على انه ان شاء الله يساعدوا هذا المكتب ويقدموا له جميع الخدمات، ويساعدوا كذلك الاطر التقنيه في شخص مديحي ويخليه يشتغل. هذه دابا بدايه الموسم، وان شاء الله غادي يكون النتائج، نتمنوا تكونوا النتائج عند حسن تطلعات الجمهور الرياضي. طبعا ايجابي، لان هذه سنوات انا كنت رئيس كان تقريبا 20 منخرط او 24 منخرط، اليوم عندنا 75 منخرط، يعني 57 دماغ. اسمح لي على هذه الكلمه، هذه يعني راه 75 منخرط هما اللي غادي هما يعتبروا تعتبروا برلمان النادي. في اي حاجه خص المكتب المسير يتشاور معاهم، يتكلم معاهم، يقدم لهم هذه المساعده، وحتى المنخرطين هما غادي يقدموا هذه المساعده الكبيره بمعيه الجمهور كذلك، لان الداعم الاساسي كنقولها وكنلعب عليها وهو الجمهور. مع الاسف الان نعيش حاله كوفيد والحجر الصحي، فنطلبوا من الله يزيل عنا الوباء، ونتمنوا خير للفريق ديالنا ان شاء الله كاملين، وانتم كذلك وسائل الاعلام لازم ان تشاركوا في نهضه الفريق مستقبلا ان شاء الله.